الاهلي، وبينضم لنا كمان الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن رؤوف ببارك لك، بطوله جديده بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، فرحنا في البطوله الافريقيه للكره الطايره وامس في كره السله السيدات، واليوم الرجال لسه عندنا مشوار طويل. كابتن رؤوف رسالتك ايه لكل الابطال النهارده؟ بقول مزيد من البطولات لكل ابطالنا. احنا امبارح اجتمعنا انا والاستاذ العامري فاروق مع الفرقه. الحقيقه يعني انا ببارك للكابتن طارق وببارك للاعبين وبقول لبقيه الفرق، الموسم لسه ما انتهاش. الاهلي ما بيشبعش بطولات. بتمنى باذن الله ان كل الفرق الاخرى والفريق الرجال اقرب حاجه لينا اللي هي البطوله الافريقيه. بقول جود لك باذن الله علشان الانتصارات تتلاحق باذن الله. بتشوف الاصرار الكبير ده لاخر ثانيه يا رؤوف ازاي؟ بتشوف الاصرار والتحدي مع الكابتن طارق خيري، عامل توليفه رائعه جدا، كنا قاعدين في المدرجات او قاعدين بره يمكن مشدودين مع الكور كلها، بخبرتك الكبيره بتشوف الاصرار ده بينعكس عليكم ازاي كواحد مسؤول في النادي الاهلي؟ الاصرار اللي هو زي ما بيقولوا عليه فرقه النادي الاهلي، فرقه الدقيقه 90. فرقه الدقيقه 90 دي في الباسكت وفي الفولي لما كان 25 24 لسه الاسبوع اللي فات، النهارده هو ده روح الفانيلا الحمراء، السر اللي موجود في كل فرق النادي الاهلي، اللي يا رب تدوم علينا نعمتها باذن الله. الف مبروك. مبروك.